تحيح حر الأحرار في كل الأوطان. البارح إلا كتذكروا الخوت، كنت في ذاك الفيديو القصير كنت تكلمت على أن الإنسان ولا يخشى، هنا يخشى يخاف كيحشم، يقول الانتماء ديالو أنا جيت من المغرب، أنا عدت ولدت في المغرب، ما تقدرش تقولها كاع. قبل قريب في الأخبار ديال الثلاثة ولا الأربعة، ديال الأربعة هنا في شمال ألمانيا، واحد المدينة سميتها لوبك، عاوتاني واحد الاعتداء ديال شي واحد ما نعرف، المهم جبد سكين وبدا كينحر عباد الله في الطوبيس. كنتمنى أنا أرتعش لأن غاد نخاف الآخر مع ستة، دابا يقول لك مغربي ولا تونسي ولا مسلم ولا الشوه ديال لان انا كنت البارحه درت فيديو، كانوا عندي هنا يعني من بعد درت الفيديو، لا يا من بعد درت الفيديو، ولكن كان عندي الهاند فيركا العمال في الحمام، لان عندي مشكل في الماء قليل في الحمام، وعيطت للشركه وصيفطوا دوك الشركه اخرى اللي كتجي كتقلب هاد المسائل. واحد الوقيته عيطت للاخت ديالي انا في الكوزينه وخليتهم هما خدامين ليه، وعيطت للاخت ديالي سي نورمال، انا اختي كنهضر معاها بالعربيه، ما نهضرش معاها بالالمانيه ولا بالفرنسي ولا بالانجلي، كنهضر معاها الهضره اللي كبرنا بها. هذاك ضراته في راسه، وديك انا دايز قال لي اسمح لي شنو اللغه اللي قلت ليه فرنسويه، انا عارف وانا بغل يعرف، ولو انه دخلوا الشك شويه ولكن تلفت وقلت له فرنسويه، كنا كنهضروا لنا حتى بالعربيه ابونتسو، يعني مره كتخرج لك كلمه ديال فرنسيه ولا وتلفتو. هذا غير باش نوريكم المشاكل اللي كتوقع هنا، يعني لان قبيله يعني المراسله ديال ديك الاذاعه ديال الاخبار هي كتعاود كيقولها منين منين منين، يعني كيتسنى غير تقول له عاوتاني مغربي ولا افغاني ولا مسلم، المهم لا اله الا الله وجبد موس وبدا كيطحن في عباد الله. هم يتلقفون مثل تلك الانباء لانها تصب في المطالب ديال واحد النسبة غالية وكتكبر في أوروبا ديال اليمين المتطرف ولا اليسار المتطرف كيف. رجوعا للأخت ليلى، الله الوطن يرحم والديك، والأخ أمقران، الأخت ليلى وأمقران بحكم انتمائكم للريف، حاولوا وربما تكون عندكم هذه الإمكانية أنتم أكثر مني أنا، تقلبوا على نمرة التليفون ديال الأب الزفزافي، باش ما إحنا ما ندوزوا على حساب أبناك ولا شركات ولا منظمات، ندوزوا مباشرة الإنسان الذي يهم الأمر، وأنا نحط يدي فوق العافية أن الثقة الكاملة 1000 مليار% الأب ديال الزفزافي إلى توصل بواحد المبلغ. إذن إذا كان تليفون أو رقم حساب باش ننشرو حنا بقضياتنا هنا، هو يتكلف ديك القضية وما ينساش لي حتى العائلة أو العائلات اللي ماشي ولاد الريف، المهم على حساب الإمكانيات، حنا ما غنجبروش عاوتاني نعطيه خدمة أخرى وغنعطيوه تهمة أخرى. تلقي المساعدات الخارجية من البوليزاريو من الجزائر، أنا حتى أنا حنا دابا هنا غنوليو جزائر، إلا صيفطنا 4 دريال وعد الناس نعاونهم غنوليو جزائر، غير نتوما اللي ما نعرف نتوما تونس نتوما ولا حنا جزائر، أوكي حنا جزائر.
بزاف ديال الخوت انا استغربت، درت هذاك الفيديوهات، جوج الفيديوهات درتهم بانني قدمت طلب وبانني جاني الرد، وشي واحد ما فهموش وما فهمناش. دابا انت كتمنح وهادو وزعما انا كنتمنى هاد الناس هادو مابقاوش يتفرجوا في الفيديوهات ديالي، الا كنتو لهاد الحده ديال الغباء عندكم راه سي غراف. كيقولوا لي ودابا ما بقينا عارفينك داك النهار كنتي كتمدح اوروبا ودابا بغيتي تهرب من اوروبا. كاينين الناس اللي فهموا ليروني ديالي بانني ايرونيك، كان يعني طريقه من طرق ديال الايصال، الا كتقلبها بعض المرات كتوصل احسن. كاينين الناس اللي تفهموا اللي قالوا لك ولك من غتخلي ديك المانيا ومسكينه ودوك العصافير اللي كنت هضرت عليها في فيديوهات اللي تزقزق الطيور فرحانه بالنور. ولكن شي وحدين عن جديه كيعاتبوني وما بقيناش فهمناك انت كتقول ما نعرف لا اله الا وطني. بغيت نرجع للقضية ديال باش تفهموا واحد المسألة. كتعرفوا الكوكوط داير لها هذاك الانسان اللي صاوبها، داير لها واحد الفتحة الفوق، ملي كيكثر الضغط محسوبة ديك الفتحة، ملي كيكثر الضغط اكثر من القياس تقدر تنفجر، راه انفجار مهول وخطير الكوكوطة. اتونسيون انا عشتها، كيديروا لها واحد الشابو الفوق كيدور كينفس، او لا واحد لي سي بحال لي سي سكور، ملي كيكثر الضغط بواحد الطريقه كدير بش كتلوح داكشي كاع كامل من داك الثقب. هذيك هي منيب، واليسار اليسار الفيدرالي. بعد انا ما بغاش تفهم لي يسار فيدرالي الفيدراليه وهذا اليسار فيدرالي. حنا كنسمعوا البوليس الفيدرالي الامريكي مثلا، كيفاش نسبتوا راسكم وليتوا فيدراليين؟ من كيفاش بغيتوا تشرحوها؟ زعما انكم غير النشأة ديالكم ديال البارح، ما كنهضرش على الاصول والجذور ديال اليسار. وداكشي علاش انا كنكره ديك الكلمات ديال الرفيق وديال النضال وديال، لان خانتني وانا صغير، خانتني هذيك المفردات الفارغه، ماشي هي اللي فارغه، الناس اللي استعملوها اللي فارغين، ضحكوا عليا وضحكوا على جيل ديالي انا اليسار بصفه عامه. هذا الاسم غريب، فيدرالي يقولوا يسار ليبرالي شيئا لا يلتقيان، ولكن انتم في المغرب لا تستغرب، ممكن يسار ولكن ليبرالي، علاش لا؟ ديروها احسن لكم. المنضات والمرسيدسات هذا يسار، المعاشات زياده في الاجور ديالكم ماشي ديال الشعب، يسار ليبرالي غتجي معاكم حسن، وكلهم كيناديو بملكيه برلمانيه. هذاك واحد العنصر كي مره ولات كدوزو لك هيبه بريس وشوف خيخي كيدوزو عليك دوزيام، كيجيبوه من اللور. وديك اليوم 24 ولا ما عرفتش 24 ديال 24 عام ديال الخنوع، بالافريج الى سمعتي الكلام ديالو فعلا مقنع، انسان مقنع، وياما كانوا ناس مقنعين، فنانين، شعراء، فلاسفة في الكلام، ولكن في الواقع كانوا زيرو، انقلبوا. هاد الناس اللي كيامنوا مازالين كيامنوا بان هاد العائله الملكيه يعني غنديروا لها غنديروا دستور اخر وقوانين اخرى وصافي غتغير، وراه نتوما كتخوروا. وشفار كيضرب الجيوبه حياته كامله، بغيتي ترديه هو يعلم الخير
ويعلم ويمشي يخرج الصباح يخدم بكتافه، ما يمكنش ما يمكنش. هذاك الدلفيل العنكبوت الاخطبوط ديالكم هذا كيتحرك وينوض الصباح وما يديش النعاس في الليل غيرة على مشكل عند الشعب. واش نتوما عنقين ولا؟ وتيفكر اليخت الاخر والطائرة 13 ياخذ 17 النمرة 17 خصو يوصل ليها، والقصر خلاها القمامة الأخ قمامة تحياتي لك 82 قصر. أنا حتى أنا ما متأكدش من المعلومة، نقدر نقلب ولكن يحكى أن مسائل لا يعقل أن واحد نائب برلماني ولا عضو في حزب يقول لي البرلماني الملكية البرلمانية حل والسد. قال حل، اش غتحل؟ غتحل مشكلة بمشكلة اكبر منها، لا يمكن. تجفيف المنبع ديال الخبات والخبوت والفساد. جمهورية علمانية وسالت الهضرة، وحنا جايين ماشي حنا الشعب جاي، حنا عي كنقولوا عا كنهضروا، ولكن ايرغن فان واحد الوقت غتوصلوا لهاد الحتميه التاريخيه اللي محكومه على المغرب بحكم الجوار، بحكم الثقافات اللي مرات به، بحكم قرب ديالو الحضارات اخرى اوروبيه، حتميه تاريخيه لا جدال فيها. تقول لي انت برلمانيه ملكيه برلمانيه نغيروا الدستور، شو تغير الدستور؟ فين هي وسائل انت تغير الدستور؟ راه يغيروه معاك، راه الا قريتي الدستور من احسن الدساتير مولاي، القوانين المغربيه من احسن القوانين، وفينا هي في الواقع ما كايناش. ونفس القضيه الا غيرتو الدستور تغير ارتيكل بارتيكل، ولكن التطبيق اللي ما كاينش وما عمرو غيكون في ظل ملكيه عبوديه ريعيه، ما عمر يكون هذاك داكشي اللي كتحلم به. واحد الاخ عيرني شي جوج المرات، انت مستوى ابتدائي ولاش؟ قال لي يعني بدل ما تقول حرائر كتقول حرات. يا خرا سير تخرا انت، عاد هادي عاد والبار هاد الحرائر، انا كتجيب لي الضحك؟ انا كنعرف حرات، كبرت عليها وقريتها هكا وتقبلتها. الحرائر هي حر، وغتولي انت تطرد جمع تانيث السالم حرائر. البغرير هذا ولا السرائر. وقال لي كتقول هذا، يعني انا جاهل، كيقول لي كتقول اش قلت انا؟ قال لي قول الاتحاد الاوروبي وما تقولش السوق الاوروبي المشترك. انت يا حمار ما كتعرفش حتى هي شنو الفرق بين اتحاد وسوق. راه السوق هو اللي كيدير الاتحاد، راه حتى كان سوق اوروبيه مشتركه عاد اقاريد واغروم هما اللي كيجمعوا الناس، ماشي الهضره كدير اقاريد واغروم، باش نتفاهموا. ولو ان كاينه علاقه يعني انتراكتيف بين السياسه والاقتصاد، ولكن لا سياسة بدون اقتصاد. إذا ما كاينش اقتصاد ما يمكنش تكون السياسة، والسياسة بوحدها عمرها ما دير اقتصاد. هذا من كنظن الأخ كامل غيعرف هذه القضية ديال هذا من نوع ديك الميكروبات الأنيروبيك. أنيروبيك يعني كيقدر يعيش بلا أكسجين، واغلبيه ديال الميكروبات في المغرب عايشه بلا اكسجين، ديرها في قلتها، ديرها تحت الارض، ديرها في غار سد عليها، كتبقى ميكروبات رغم انها ما عندهاش الاكسجين.
فمرة أخرى تحياتي الحارة للأخ جيرونيمو، مرحبا بك العودة على الإطلالة اللي درتي لنا اليوم. أنا شفتها اليوم، ربما تكون درتيها البارح، إطلالة جميلة. اشتقنا الوجوه ديالك وداك الأخ، داك الرفيق اللي معك، رغم أنني كنكره كلمة صديق حسن، هذاك الأخ اللي معك. وأنا كنتصور، كنمشي بالخيال ديالي، كنقول بأن وليدات المغرب إلا كانوا بحال جيروم، بحال داك الصديق اللي معك، كلهم يعني الزنقة كلها كتشوفها هكاك، عرفتي شنا هي؟ نعال ديني ما بقات تبان السويد ولا فنلندا، عالم آخر، ولكن يبقى حلم. تحياتي لكل الأحرار، تابعوا وصلوا، تحية خالصة للجمهوريين العلمانيين. أوفي دازين، شكرا على المشاهدة. أنكي شو؟ على بروجين. وانتهى.